قانون الاستثمار الجديد في الجزائر عجلة دافعة لتحسين مناخ الأعمال بعد تأكيد رئيس الجمهورية أن القانون يضمن استقرار الاستثمارات، خاصة وأن هذا الأخير سيبقى على الأقل من 8 سنوات إلى 15 سنة دون تغيير، ما قد يعطي ثقة أكبر للمستثمرين. الديناميكية اللي رانا نشوفوها في الميدان، احنا نتكلموا على الاستثمار الكبير، نشوف ديناميكية إقليمية وعالمية، يعني كاين مستثمرين كبار راهم جاوا للجزائر وراهم احنا ننتظروا بعض النصوص التطبيقية، ولكن فيه مستقبل كبير في المجال الفلاحي، في المجال يعني ترانسفورماسيون تاع المواد الفلاحية ومجالات أخرى. كاين بعض الأسئلة اللي مازالها مطروحة، ولكن احنا واش نشوفوا أنه لما تكون النية أنها راح تسهل باش يكون الاستثمار والجزائر تصبح منصة للإنتاج والتصدير، فهذا ما راح يكون إلا إيجابي. رغم التسهيلات التي يقترحها القانون بالنسبة للمستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب، يرى الخبراء أنه مع امتياز القوانين التي يقترحها لا يزال اليوم يواجه عقبات وصعوبات جعلت من تطبيقها على أرض الواقع أمراً ليس بالسهل. الاقتصاد في العالم مريض، عندما نعود إلى الوراء بخمسة أو ستة سنوات، ما الذي جرى في العالم عن طريق الكورونا فيروس، الحرب الأوكرانية الروسية؟ هذا الشيء اليوم نتكلم على الجزائر بموقعها الجيوستراتيجي والسؤال المطروح. اليوم لدينا سؤال واحد، لابد أن تكون لنا قوة في التنفيذ، وهذا التنفيذ ليس لنا الوقت، هذا الوقت، لأن اليوم من هو الذي يكون ممتاز في العالم هو الذي سوف يوصل الأولاني، يعني ماشي اللي عنده تراوات في الباطن تاعو، تراوات باطنية كيما البترول والغاز وهذا الشيء. قانون الاستثمار الجديد يهدف في الأساس لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والتحرر التدريجي من التبعية للمحروقات، فالاستثمار يعتبر الأسلوب الأنجع للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة، وهو ما أبدته الدولة من خلال المراجعة المتواصلة للقوانين المتعلقة بالاستثمار.